طلع الانثى اللي جواك. انا عارفه ان هي موجوده. لا بالجلابيه دي مفتح. هتعرف بجد مش هينفع. في ريليشن شيت كل حلقه بنجيب كابل عشان نتست الريليشن شيب بتاعتهم. اول حاجه بنشوف كل واحد يعرف قد ايه عن التاني، وبعد كده كل واحد فيهم بيتحط على لاي ديتكتور عشان نعرف مخبيين ايه، وفي الاخر بنحطهم في تشالنج لازم يعدوا منه مع بعض، يعني مش تشالنج تقليدي قوي. وكل ده هيعرفنا في الاخر لو هما في ريليشن شيت. هاي عامله ايه؟ كويسه. بتعمل ايه؟ مراتي جوزي هيسالونا دلوقتي اسئله نعرف بعض قد ايه. طبعا انت عارفني كويس قوي. كده كده انا عايزه اقول لكم ان احنا اصلا اتمرنا امبارح قد ايه نعرف بعض كويس. يا رب تكوني فاكره. اول ديت لينا كان فين وامتى؟ اكلنا سوشي. فين؟ في الزمالك. صح. وامتى؟ اي سنه انت ضايع في الديتس اصلا؟ 2000 سنه اتجوزنا 2016. صح. لو انا دلوقتي اتحبست في جزيره مع شخصين هيكونوا مين؟ اكيد انا. كده كده احنا بيست فريندز. اكيد you're my best friend. اوه ريلي؟ ده حاجه. الحد التاني جورج your cousin. انا وجورج مش هتعرف تعيش من غيرنا. احنا عشان نبقى دبلوماسيين احنا هنسكيب السؤال مش مشكله. امي اصلا هتقول لي انت ازاي ما قلتش انا. طب انا ومامتك بس غريبه قوي. مش شايف ايه اول حاجه بعملها لما بصحى الصبح من النوم؟ بتبصي على الموبايل. صح. ايه اكتر حاجه بخاف منها؟ انت تقريبا بتخافي من كل حاجه خالص اصلا. انت تعرف عني كده؟ لو مثلا نازلين السلم احنا الاثنين لو انا سبقتك بخطوتين انت هتصرخي. ايوه بخاف من الخضه. ايوه انا جبتها بس. لا 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 I'm so good at this. بس مش بخاف من اي حاجه تانية. ركزي. ايه اكتر قرار انا ندمان عليه؟ اكيد مش ان احنا اتجوزنا يعني. لا لا كليشيه قوي. مش احنا. انا ايه بندم عليه؟ مش بتلعب رياضه كل يوم. انت ما بتعملش يوتيوب شانل. لا انت عامل يوتيوب شانل. بتفضل تقولي كل يوم انت ندمان على كده؟ او مش بقول. طب انت مش بتقول لي ليه؟ عشان ما فيش حاجه بندم عليها. صح. نو ريجريتس. فن. ايه اكتر حاجه بتترني اوف من الناس؟ ان شخص يكون قليل الادب، بيزعق، بيستحماش، يعني قريبه من قليل الادب، قليل الذوق، حاسس نفسه. حاسس نفسه حاجتين. ما بحبش الناس اللي تحسس اللي قدامهم اقل منهم. اقل منهم. برافو. اقل منهم. ماشي خلاص. بصي انا عارف ان السؤال ده صعب. ايه اخر حاجه بعملها قبل ما انام؟ حاجه واحده بس اعرفكم عن روبير. ساعه نايت روتين. انا بدخل اغسل سناني ووشي وادخل انام. هو يسترتش يعمل سبليت بيغسل سنانه. انا بكون عايزه انام يطلع بره الاوضه يدخل الاوضه وكل ده لازم النور يكون فاتح طبعا يقرا شويه وبعد كده يقفل. طب انا جاهزه انام دلوقتي. صح. ايش طب هبقفل لك النور بعد كده. شكلك متضايقه من الموضوع ده قوي. ايه اكتر حاجه نفسي احققها؟ تلمي كل كلاب الشوارع تحطيهم في شلتر. طب مع ايه تاني؟ مع القطط. لا مع البابيز. مع الاطفال. يس طبعا. روب. مع الاطفال. ايه اكتر نيك نيم بكرهه؟ روبي. روبي. روبز. دول النيك نيمز اللي بحبهم. روبرت. مفيش نيك نيم مش بتحبه. بالظبط. بتحب كل حاجه. بالظبط. انت صوته جوزي خطير طبعا. هو متفتح عن كل حاجه. بتريق بس بجد. ده حاجه حلوه بجد. بجد مش بتريق. بجد انا اسفه. انا اسفه. اوكي. تعرف البتاعة دي ممكن تكهربك صح؟ يلا بينا. عمرك قلتي لي I love you وانتي مش حساها؟ لا لا ممكن في التليفون كده واحنا بنقول باي لبعض وبتقولي اي لاف يو. بقول لك ايه عادي يعني انت كمان بتقولي اي لاف يو من غير ما تكون قاصد يعني. لا طبعا لا طبعا. عمر مامتك قالت عليا حاجه وحشه وانت ما قلتليش؟ لا انا قلت لك كل حاجه. شفت احنا كده تمام. يا ريت بقى كله كده. اللي بعده. عمري كنت بغني في البيت وكنت مصدعه من صوتي؟ لا عمري ما صدعت من صوتك. مش صدق. اكيد البتاع ده بايظ. لا لا ساعات ببقى راجعه من الشغل انا العيال على طول بيغنوا وبيصرخوا. ببقى راجعه مش قادره اسمع اي حاجه وانت بتغني. طب بس عشان انا صدعت في حاجه في شخصيتي مش بتحبيها؟ لا لا يعني اكيد في حاجات ساعات بتعصبني. انت بتبقى غلس معايا ساعات زي ده كده بالظبط. لو حصل لك مشكله كبيره هتكلميني اول حد؟ طبعا. اي حاجه اصلا بتحصل لي في يومي انت اول واحد بفكر فيه. ثانك يو سو ماتش. ايه ثانك يو دي مش فاهمه. بتشكري ان انا بفكر فيك؟ لا بشكرك ان انت بتثقي فيا. اوكي ثانك يو سو ماتش. برضه جاهز؟ متوتر شويه الصراحه. عمرك فكرت نسيب بعض ايام ما كنت عايشه في كندا؟ على طول كده. ليه بقى؟ كانت بعيده قوي. لونج ديستنس. كان الموضوع صعب قوي. ما كانش صعب. كنا بنتكلم كل يوم مع بعض بس كان في اوقات صعبه. بس كنت بتفكر تسيبني؟ ايه اللي خلاك تكمل وما تسيبنيش؟ علشان بحبك. عمرك رديت على الاكس من ورايا؟ فكر كويس. يعني حاجه تظبيط ولا اكس؟ الاكس. لا الاكس لا. والتظبيط؟ التظبيط لا طبعا. بترد عليهم لسه؟ لا مش برد. شيلوا السؤال ده من الباذنجان. توترت انت. ايه ده؟ ايه عمرك قلت لي انك شفت فيديو البيرنتنج اللي بنزله على يوتيوب وانت ما شفتوش؟ انت عايز الحقيقه؟ هيبان كده كده. الحقيقه انه
يعني انت بتعمل لايك بس كده خلاص وكومنت ممكن تشوفها من اوكي ثانك يو واو في حد في عيلتي ما بتحبوش لا مش باباكي منطق طبعا بس بقى القرايب الاصحاب القرايب ابن خالد ابن مش عارف مين مش بس سلطف عادي كل عيلتي لزاز انا مش عايز افوره بعد الجواز في حاجه اكتشفتها فيا خلتك تندم على الجواز لا دي خضرة I love you هو انت فعلا كلمت الراجل يجي يصلح الكنبة اللي انا قلت لك عليها هو ده اكيد مش مكتوب الكلام ده مكتوبة كلمت الراجل ولا ما كلمتوش كلمته هكلمه اجيب بايك انا كل مره بقول لك مش هتكلمه واديني النمره وانت مش عايز تديني النمره انا هكلم الراجل اوقفوا الكلام ده خلاص انا مبسوطه انا حياتي في خطر كده مش هينفع خطر دلوقتي احنا في تشالنج هيجي لنا رقصه كل شويه المفروض ان احنا بقى نبرفكت دي اول رقصه من اللي احنا لابسينه هنبتدي بتانجو بنرقص تانجو ازاي كده يلا انا جاهز مزيكا هوريكي حركه بقى حاجه شفتها على جوجل بقول لك ايه بصي الحركه دي لا لازم تاخدي خطوه كده جسمك باصص قدام تاخدي خطوه كده بصي كده اهي دلوقتي احنا هنعمل وانا لسه قلت حاجه عشان تعملي هبل ده دلوقتي احنا هنرقص بلدي لا بعد اذنك اوكي احترمي الجلابيه اوكي حاولت اجيب العصايه عليا ومن ورا وكده ماشي فاجئ افلام كتير انت شكلك لا مش حاسس طب ايه اللي هيخليك تحس طبلة يلا لا ما بعرفش طبل طب انا هطبلك بس رجولتي في وجع انا هسيب الطاوله طلع الانثى اللي جواك بالجلابيه دي ما ينفعش هتعمل انا بشوفك بتعمل كده في البيت يلا لا مش نافع مش بالي هوريك بقى حاجه تقيل بس ممكن تبقى كده باليه بقى مش عارف اعمل ايه وريني اهم حاجه تكون واقف ستريت انت اخدتي دروس باليه وانت صغيره لا راسك لفوق ومكشر شويه لا ما تطلعش تحس ان في فتله بتشدك ليه قافل عينيك عشان في حاجه بتشدني لا شد أنا. ايه ده خليه لفوق ما تنفخش مع عضلات طب يلا لا برضو لا يا بنتي لسه بخش في البتاع انت عامل كده لفوق باليه لا مش باليه 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 1 2 3 جو باليه باليه بس انا عايزك تبقي خفيفه ريشه يلا 1 2 3 باليه لازم تحسيها لا لازم تكون شارب شارب زعيلي ليه انت عايزه ايه اوكي اقف قدامي اهو شارب اهو ستيف اهي باليه انت خليكي في راسك وانا خليني في راسي عشان ايه كده مش شايف into 12% in a relationship اعملوا لايك للفيديو ده اعملوا سبسكرايب لبين سيركل على يوتيوب